هل هي حلول اقتصادية ملحة أم عاجلة؟ سؤال رائع الحقيقة، طبعاً هي حلول اقتصادية عاجلة جداً جداً وجزء منها ملح لأن تداعيات الأمور اللي احنا فيها أو الاقتصاد زي ما أنت عارف المصري والعالمي، على فكرة احنا مش عندنا أزمة لوحدينا، مم. الأزمة عالمية مش احنا بنقول الكلام ده عشان نطبطب على بعض جوه مصر، لا لازمه كبيره امريكا كل يوم بتعلي سعر الفايده عشان تمتص الغلاء اللي عندها انجلترا نفس صحيح. الكلام فرنسا نفس الكلام فاوروبا بتعاني اكتر ما احنا بنعاني ما فيش كلام ولكن طبعا هناك اقتصادات مختلفه شويه واقتصاد صناعيه اكتر فالدنيا مش فيها اشكاليات كبيره زي عندنا ولكن احنا عندنا امور عاجله الحوار الوطني طبعا عمل جلسه امبارح فورا وحدد جلسات من اول بعد بكره وبعده وبعده على طول عاجله جدا عشان نبتدي نفرز بسرعه الحقيقه التوص... المخرجات اللي جات لنا ج... الفتره دي وزي ما الست كنت بتتكلم هل احنا هنتكلم على حلول ومخرجات مثل ما حدث في المرحله الاولى ولكن ولا هنحط اجنده تنفيذيه ده اللي هيحصل المره دي آه بنتكلم في حلول عاجله عشان المواطن لا يتحمل اكثر من ذلك عشان نكون واضحين جدا السيد الرئيس الحقيقه لحق شعب مصر بفطرته الطبيعية وأصدر هذه الملحمة من القرارات الإنسانية في أنه رفع حد الأدنى للأجور وأنه هو زود المعاشات لتاني مرة خلال 8 شهور بالرغم من وجود أزمة موجودة صحيح. اقتصادية ولكن ده ما فرقش مع القياده السياسيه وخد القرار عاجل جدا ب... ب... نحو المواطن بشكل مباشر، ينحاز للمواطن، في فجوه انا كنت عضو لجنه الخطه والوزن قبل ما وكيل لجنه الشؤون العربيه آه. وشايف ان في فجوه في هذه الكبيرة في الموازنه العامه للدوله وبالرغم من كده الرئيس ينحاز للمواطن البسيط ويصدر سلسله نشكره عليها شكر عميق ب... 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 باسم كل نواب شعب مصر وشعب مصر الحقيقه يعني طبعا ولكن الحوار الوطني هيعمل ايه الفتره اللي جايه؟ الحوار الوطني بشكل مباشر اه اقتصاد 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 زي ما سيادتك تفضلت في المقدمه وقلت حوالي 70 80% من المرحله الثانيه هي الظروف اللي فرضت انها تكون اقتصاديه هنتكلم على حلول عاجله جدا هنتكلم على شورت تيرم هنتكلم على حلول تتنفس حدها الاقصى ست شهور يعني في حلول تخلص في اسبوعين وحلول تخلص في شهر وحلول في شهرين وحلول في ثلاثه حدنا الاقصى في المرحله اللي جايه هي نلحق المواطن بسرعه جدا الغلاء سعر الدولار زي ما سيادتك كنت بتتكلم والحقيقه انا اعجبت جدا بالتقرير اللي فات لأن صندوق النقد ما بيهزرش مع حد طبعاً. دي جهة دولية ما بتتكلمش خلاص أما لا يحابي لا يجامل على يعني ما فيهاش هزار نفهاش على الإطلاق